الورد، وبسم الله نبتدي سوا بخليط الكيك. عندي البيض مع السكر الفانيليا، بضربهم سوا لين ما يتضاعف الحجم بالشكل هذا. بخلط المكونات الجافة سوا، بضيفها على البيض بالتدريج، آخر شي بضيف الزبدة، وبعد كذا عصيني سويسرول وعلى الفرن. بجهز الموس عندي هنا، الكريمة أبضيف لها السكر والجيلاتين والنسكافيه، وبضيفهم على النار لما تسخن معي شوية كريمة. بعد كذا بضيف الشوكولاتة وبقلب المكونات لما تذوب، بخلطها مع كريمة مخفوقة بالشكل ذا لما تتجانس كل المكونات. بقص الكيك على حجم قالب الموس، بصب الموس القالب، فريرو روشيه، الكيكة، وعلى الفريزر ليلة كاملة لما تجمد معي تماما. بجهز القناش عندي هنا كريمة بسخنها، بعد كده بضيف الشوكولاتة بالشكل ذا، روح البندق وقطع من البندق بالشكل ذا. بطلع الكيكات بالشكل هذا من القالب، بصب عليها القناش بالشكل هذا، شايفين كيف تجنب تركها تبرد شوي. بعد كده بزينها بالفيروشيه وحبات الذهب أو ورق الذهب، تشوفونها من الداخل مرة تجنن ولذيذة جدا جدا لذيذة، وتستاهلكم وعافية علينا وعليكم.